صباح الخير. توقعتك تقول لي شو كنت عم تترشي؟ لا ما انا كنت بدي اقول هيك بس انا قلت انت راح اكسبكتد. اسالك يا ولو الحقه بدي بهتله. بتعرف انه انا كثير عندي هالامبلس مرات بس يضحشوا علي عبالي الحقهم اقول له ليش. شو قلي شو لك؟ لحظة ما في ما لازم يكون بالسيارة. بتعرف شو ذكرت؟ شو؟ ما عرفت شو حرق قديم. Too much good smell. يا عمي هيدي بحطوها بس نحن نتعب. يا عمي راحت ريحة الثوم يا الله راحت ريحة المشاوي. في شي لازم أقوله عن جد لازم ضروري أحكي فيه. جورج ما تقول أقول اوكي جورج رشني بطفاية الحريق اوكي ومش انه رشني من بعيد عن مزح ورشني على بوزي وانا تنشأت وقعدت اسعول وقال له لا ما بيصير شي ما بودرة انه مثل الطحين بس انا شو الليرجيك على الطحين بس انت ما فكرت فيها لبعيد الكمباريسن حاصله هلا And guys, نحن اليوم رايحين على محل اسمه Food Engineers. We found a place بيعمل gluten-free pizzas, بيعملهم من oat bread, عنده gluten-free pasta. Food Engineers هو بس delivery و takeaway. ما في actual محل هو مطبخ. Guys, وصل الأكل. السك تبعي مكتوب عليه Miss Stephanie. أنا مس احترمني Mr. George. Guys, هذا هو الباكجينج من Food Engineers. وانا طلع لي ديسير وهي ما طلع لها. طلبنا من عند Food Engineers the veggie pasta. طلع لي ديسير فويكه اوكي اه طلع لي ديسير بس ما طلع لي جاتو لانه ما في جلوتين فري هلا. جايز بس اقول لكم عتمه لا نو عادي حط لك هاي ريفلكتر وايت بالانس ريفلكتر. انا زيت الشيء مثل ما قال جورج بس الباستا تبعي جلوتين فري. زجر جازلا وبزر بيل بيبرز احمر وأورنج بروكلي فريش بروكلي لحظه اجان هذا كله فريش ما في شيء من الكيس ما انه فروزن وما في علب. This is very generous portion wise. الطعم كتير هوموجينيوس يعني الحلو انه مش مثلا بس عم تستطعم ببروكلي على جنب جزر على جنب. الباستا كوكت الدنتي انا مع انه ما سالتنا بس برافو I really liked it. لازم يفتح محل للعالم عندها دائم يكون كل شيء مقطع كتير صغير وناكله بالملقه. في هالشيء في وين هلا بشيل الدقن وتروح بتاكل مثل العالم الطبيعيه. بتعرف هذا الشيء اللي بحطوه للكلاب بس يعملوا عمليات بحطوا لك اياه هيك ما بنكون عم نشوف شكلك سو انت ما بتقعد تخوفنا انت عم تاكل. بتاكل عاده ترجع بتفوت فيه على التواليت بتفكه بتنسق بتظهر انسان جديد. وين بدنا نتغدى؟ ستيفاني الفيجي باستا اللي انا طلبته حقه 16500 ستيفاني لانه جلوتين فري باستا بيزيد السعر ل 4500 زياده فبيصير ب شيك 21000. اذا بتسالوني would you pay 16500 لا بلا مثل هيدا بقول لكم اكيد ستيف اكيد نو سيريسلي ات واز ريلي جود بس انا اللي بيفقسني انه كل شيء جلوتين فري اغلى من الباقي انه as if I have a choice يعني انه لا رح اكله مش جلوتين فري لانه ما بدي ادفع 4000 زياده. اكيد I would pay that much for pasta لانه or else ما في اكل باستا وكان البلا كثير طيب. In conclusion انا كثير حبيت شو اكلنا كان كثير طيب وكان healthy وعلى قد انا شو لازم اكل وحسيت انه they cared about their clients. بدأت بزق هالقد انا ما عليك كفي. They care about their clients. They care about me more than George. إذا عبالكم very healthy food إن كان عندكم certain case like gluten intolerance or celiac disease أو vegan أم لا لو كنتوا ما عندكم ولا case please تعالوا جربوا Food Engineers وكانت كتير بتشبع وكتير generous. Guys thank you so much for watching. Please love us just love us send us love. كنوا $1000 من كل واحد صح. وإذا ضيعتوا لآخر الفيديو رح تشوفوا سبسكرايب ولايك وفولو وكل هول اللي كنا نقولهم ونتعبكم كبسوا كبسات. في gluten free desserts بس أنا ما طلع لي لأنه نحن ما دقينا قبل بوقت.
انا بدي اقول لكم شيء، بدي اوفر على جيبتكم قرشين. بدل ما تجيبوا بارات بيجي هالبشري على العرس، على العيد، على الاول اربينه، على العماده. غير شي